السلام عليكم اخواني اخواتي اللي دوزوا معايا التدريب واللي ما عمرهم دوزوا معايا التدريب. هاد الاخوان اللي غادي يكونوا جداد ان شاء الله غادي نعطيكم درس ان شاء الله، ماشي هو درس وانما دروس ديال السجوق، كيفاش غادي تعلموا السجوق وكيفاش غادي تدوز السجوق ان شاء الله. غنكون في البلانينغ، غادي نبداو بالتعريف ديال السجوق، كيفاش غادي ندوز السجوق ان شاء الله. راه باقي حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نعطيكم الاسماء ديال كل واحد بالنمره ديالو من 1 2 3 4 باش كل واحد يعرف النمره ديالو. اللي بغى شي ديبلوم ولا شي حاجه باش يصيفطوا لي. وهادو راه كلهم هادشي اللي شفت عندي هنا راه كنكتب كتاب ديال على السجوق، وهنا غادي نعطيكم كل مره فين ما نهضر على شي حاجه غادي نعطيكم عليهم النسخ باش تبقاو تقراوهم. وفي الدروس راه غادي نديروا درس وغادي نقطع وغادي تعطوني اسئله وانا غادي نجاوب، وغادي نبقى نعطيكم التمارين باش تخرجوهم. وكل واحد كل واحد راه غادي ندير ليه التنقيط ديالو ان شاء الله باش يعرف المستوى ديالو. حنا راه غادي نديروا هذاك الشيء اكاديمي ماشي ديال هاد الدبلوم. ورا بسم الله الرحمن الرحيم، غادي نبداو اليوم تعريف ديال السجوق. قبل ما نعرفوا السجوق خصنا نعرفوا منين جا السجوق وكيفاش بدات القصه ديال السجوق ان شاء الله. منذ الوجود ديالنا في هذه الحياه وحنا كنسمعوا عن الشفاء بالوقت بالابار ومدى فعاليته في العلاج بدون اخذ ادويه او مضادات حيويه. ومنذ وجودنا في هذه الحياه وحنا نسمعوا نرى الشعوب الصينيه تستقطب بالوقت بالابار وبالمسارات الطاقه. وعن ثاني منذ وجودنا في هذه الحياه وحنا نسمعوا ان الصينيين يعطون اهميه كثيره للنفس الانسانيه ويدققون فيها الى ان لا ان يستنبطوا مكامن الاحاسيس ومسارات الاعصاب والطاقه. وبعد ذلك انتقلت هذه المعرفه وهذه النظريات الى الدول المجاوره، فاصبحت طريقه الانسب والاسهل في العلاجات وهي الوغز بالابر الصينيه. وقد كلفتهم العديد من التجارب والمعالجات السريريه الى ان استنبطوا انها تصلح لعلاج جميع الامراض المستعصيه. ومع نهاية القرن 18 بدأت دائرة العلم هذا العلم ديال الوغز بالإبار تتوسع في أرجاء العالم، حتى صار الوغز بالإبار له جامعات ومتخصصون في هذا الميدان. وأول جامعة كانت هي الجامعة الأوروبية التي قامت بتدريس هذا العلم، جامعة السوربون بباريس. وبعد ذلك انطلقت إلى إيطاليا أكاديمية روما للوغز بالإبار، ومن بعد ذلك إلى أمريكا. وفي نهاية القرن 20 غادي نكتشفوا هذاك العالم، ها هو هذا العالم عندنا، ها هو هذا هو بارك جيوو، هو اللي اكتشف علم السجوق في 1978. السجوق اللي اكتشفه العالم الكوري بارك جيوو اللي اكتشفه انه لقى في اليد ديال الانسان، ها هي اليد ديال الانسان، لقى فيه مسارات ديال الطاقه، وهذه المسارات كتعبر كف اليد عن كل. وغادي نفسر لكم الطريقه ديال هذا اليد كيفاش اكتشفها. اولا هنا اليد، الراحه ديال اليد، وهنا الراس، وهنا هادو الرجلين، الرجل اليسرى والرجل اليمنى، وهنا اليد اليمنى، وهنا اليد اليمنى، وهنا اليد اليسرى. ولا شدينا الراس هنا قلبنا هنا كيعطينا الراس، والبلعوم المريء كيدوز ديريكت المعده هنا، وكيدوز الكبد والمصران، هنا الرئتين، هنا القلب. هذه غير نبذه صغيره عطيتكم على التعريف ديال السجوق، ومن بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نبقاو نخدموا ان شاء الله بالسجوق. هذا هو التعريف ديال السجوق. ولقى هذا العالم بارك جيو ان هذه المسارات لها انعكاسات في الجسم، انك الا وركتي على المصران الغليظ من اليد هنا كدوز ديريكت المصران الغليظ عندنا في الكرش، وقسم اليد والرجل وسماه السجوق. السو هي اليد والجوق هي الرجل. والسجوق عنده مميزات اساسيه وفعاله. اولا استعماله امين، ما في لا جرحتي لا ضربتي شي واحد لا شي حاجه، هو امين لا يحتاج الى عمليه او تشريح او تحليل. الثاني ديالو انه يستعمله بطريقه صحيحه يؤدي الى نتائج فعاله، وهذه راه مجربه في السجوق. راه الا خدمتي في اليد مزيان راه هذاك الشيء كيمشي فعال ديريكت للجسد ديال الانسان. وثالثا كنستعملوا ادوات سهله وبسيطه، غادي نوريكم الادوات ديالها وكل شيء. ورابعا راه ممكن الكل يستعمل هذا الفن ديال التشخيص ديال المرض ويخدم به ان شاء الله.
واستعمال السجوق بدون ادوات وانما باليد فق او التدليك. عندنا هنا تندلكو هنا اما كندلكو اما كنقرصو اما التدليك طولي او عرضي بحال هكذا اما كندفعو بحال هكذا باليدين. هادو هما الطريقه ديال السجوق. والسجوق راه غادي نفهموه راه تقدروا تفهموه في النهار ولكن انا غادي نفسر لكم ونقطع الطريقه بشويه 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 باش نفهموا السجوق كيفاش كيخدم. وعندك تنقسم الى ثلاثه اربعه. والدرس ديال اليوم راه سالينا ديال التعريف ديال السجوق. راه غادي نصيفط لكم الوريقات ديال السجوق واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه غدا نجاوب لكم على جميع الاسئله. ونهار الثاني غادي نبداو التعريف ديال السجوق. راني صوبت لكم هذه من العود باش نقطعها ونفسر لكم هذاك الشيء مزيان ليدين الرجلين باش تفهموا مزيان السجوق. هي والرجل كذلك راه قطعناه باش نطلعوا هنا باش نفهموا مزيان السجوق بالطريقه المثاليه ديال اليد ودير الرجل. راه صبناهم باش نقادوهم ان شاء الله باش نبداو الدروس ديالنا. انا راه درت لكم دابا التعريف ديال السجوق.